مشاهدينا ومتابعينا الكرام من كل مكان، ما زلنا متواصلين هنا معكم وفي ختام ايضا هذه الامسية شوطنا الرابع عشر للابكار المهجنات الاصايل، مع هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المثيرة والابداعات المستمرة، مع انطلاقة اللقاية واسير مباشرة مع اللي وصلت في صدارة هذا الشوط اللي تقدمت آمال عيسى بن مبارك بن دحفوس المنصوري، الدور دور المركز الثاني اللي تقدمت في هذا الانطلاق الجميل، وصلت على ثاني المراكز في هذا الإبداع لتتقدم كواعب سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يتقدم على ثاني المراكز، بدأ بتغيير صدارة هذا الشوط، الدور دور المركز الثالث من تتقدم وتاتي هنا على ثالث المراكز أيضا في هذا الانطلاق المميز، هناك ملامة عيسى بن مبارك بن دحفوس المنصوري المركز الرابع، وصلت هناك في هذا الانطلاق راهية علي بن يابر بن حمد بن مصلح الأحبابي والمركز الخامس اللي وصلت على خامس المراكز، هناك طفوح حمد بن سالم بن شرارة الأكتبي والمركز السابع أو المركز السادس في هذا الانطلاق، خداعة سيف بن خليفة بن راشد المهيري المركز السابع اللي وصلت على سابع المراكز في هذا الانطلاق المثير في هذا الإبداع المستمر، وصلت في هذا الانطلاق لتتقدم في هذا الشوط اللي وصلت هناك أيضا طفوح حمد بن سالم بن راشد أو بن شرار الأكتبي المركز الثامن، وصلت في هذه اللحظات في هذا الإبداع الكبير والتحديات المثيرة والانطلاقات أيضا الرائعة، ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المثيرة ليعود مع الصدارة، ليعود مع الانطلاق، ليعود مع انطلاقة آمال، مع انطلاقة أيضا كواعب في هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيرة، ما شاء الله يا آمال عيسى بن مبارك بن دحفوس المنصوري في هذا الانطلاق الجميل والتحدي أيضا المثير، من يقدم آمال في هذا الانطلاق الجميل والتحدي ايضا الرائع، المركز الثاني اللي وصلت على ثاني المراكز في هذا الانطلاق الجميل في هذا التحدي الرائع، ما شاء الله وتبارك الرحمن، يا كواعب سعيد بن عبيد بن سعيد المروشد السبوسي من ياتي على ثاني المراكز، المركز الثالث اللي وصلت هناك ملامه عيسى بن مبارك بن دحفوس المنصوري، والمركز الرابع تحركت في هذه اللحظات خداعة سيف بن خليفة بن راشد المهيري المركز هناك الخامس اللي تقدمت في هذه اللحظات اللي وصلت في هذا الانطلاق، هناك هذبة نايف بن مبارك بن صلهوم القبيسي من يتقدم المركز الخامس، وصلت في هذا الانطلاق تقدمت هناك من الجانب الآخر اللي تقدمت في هذا الانطلاق الكبير، وصلت هناك كواعب او مع انطلاق ملكة حسين بن علي بن محمد القرشي من يتقدم، ما شاء الله يا الابكار اللقاية، يا تحركات اللقاية، يا الانطلاقات المثيرة، يا الابداعات المثيرة، يا التحديات الرائعة، شوف الكوكبة اللي قادمة من الصفوف الخلفية باحثة عن النقطة، باحثة عن الانتصار، باحثة عن الفوز، ما شاء الله وتبارك الرحمن، بن مروشد وين؟ بن مروشد وين؟ ولكن بن دحفوس بآمال يا آمال يتقدم نحو الصدارة، يتقدم نحو المركز الأول، هناك ما زالت صامدة عيسى بن مبارك بن دحفوس المنصوري من ياتي في صدارة هذا الشوط، ولكن شوف اللي قادمه، الذيبة
الطيبة مبارك بن راشد بن علي الشامسي، والمركز الثالث وصلت في هذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات جوارح مهنا بن سعيد بن حميد اليحافي من يقدم جوارح اللي وصلت ايضا من الجانب الاخر، هناك ايضا المرعوشه محمد بن عتيق بن شامس العامري يقدم لنا مرعوشه، ولكن امال رفت الاعلام، رفت الاعلام اعلام الفوز والانتصار. يا سلام يا مال، هناك ما شاء الله بن معتو قادم، ولكن اللي وصلته اللي وصلت هذبه في هذا الانطلاق المثير ما شاء الله وتبارك الرحمن، المرعوشة المرعوشة محمد بن عتيق بن شامس العامري، ما بين امال ما بين المرعوشة ما بين امال ما بين المرعوشة، ولكن بن معتوق من يقدم لنا في هذا الانطلاق المثير، المرعوشة المرعوشة محمد بن عتيق بن شامس العامري، ابناء الهير ابناء الهير، عادت امال عادت امال عادت امال، ولا امال كبيرة ما بين مرعوشة ما بين امال ما بين مرعوشة ما بين امال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، خط النهاية، المرعوشة المرعوشة المرعوشة، سلام للجبيب سلام. مشكور محمد بن عتيق بن شامس العامري من قدم لنا المرعوشة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. المركز الثاني هناك امال عيسى بن مبارك بن دحفوس المنصوري، المركز الثالث المركز الثالث اللي وصلتنا هناك رهمة حمدان بن عبد الله بن محمد بلكير العامري، المركز الخامس اللي المركز الرابع اللي وصلت هناك في هذا الانطلاق الجميل والتحدي ايضا المثير، هناك اللي قدم الطيف سعيد بن راشد بن سعيد العويسي، والمركز الخامس على خامس المراكز الجوارح مهنا بن سعيد بن حميد اليحافي، تهانينا والناموس على هذا الانطلاق المثير والتحديات ايضا الرائعه من قدم لنا ايضا المرعوشه محمد بن عتيق بن شامس العامري، من قدم لنا ايضا هذه البطله ولحظات الوصول الى خط النهايه، تهانينا والناموس. 7 دقائق 22 ثانيه 4 اجزاء من الثواني، تهانينا والناموس. المركز الثاني هناك امال محمد بن مبارك بن دحفوس المنصوري، 7 دقائق 22 9 اجزاء من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل والتحديات ايضا المثيره. المركز الثالث اللي وصلت هناك معنا رهمه حمدان بن عبد الله بن محمد بلكير العامري، 7 دقائق 26 ثانيه بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.